بزانین بله دیاره ایموت من اول شد که لقرآنی پیروز نازل بوده سرتای پنج آیه سرتای سوره اقراء دو قولی ضعیف جبول برابر آیه کانوت یا ایوه المدثیر بوده ایوه تری شاید سوره فاتحه بوده که امانا لبرابر ضعیف بود بلام آخر ما نزل من القرآن کامیه أفرمي وآخر ما نزل من القرآن قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أبوه هرشا أعمى خلافي أو أويك لا علم القرآن سابوني عليه ليوا عليه أعم يك أوي لا آخر وني واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله دعا نبا آخر آية كان أعظم أبوه متواجبين اشتدال جكال سري جاء اليوم أكملت لكم دينكم أأمرك دينك تانمبو كامل كرد وأتممت عليكم نعمتي ونعمتي خومم يعني بهري خومم لسر بو كامل كردن يعني هنايا برهم بر يعني نعمتك كبو اي ومناردبو أمرو اتر هنا ما بهر برداري وقبل افتتاحم كرد ورضيت لكم الإسلام دينا باشا وبو ايوه آيني بيلوزي اسلام بعنوان دين بو هلبو جاردن مع ايساو رويتو معناي اخترتو اتياعي يعني بو هلبو جاردن خب اگر كثير اشتياكيش هلبو جاردن بي رازية بو اي الرضية لجيغي اختار ربكار ابري شون اگر كثير اشتياك هلبو جاردن معناي بي رازية فاز رويتو بكار يناو رضيتو لكم الاسلام اينا اخوي مثلا رضي بنا رازي بون والله يوكو رضيت لكم عن الإسلام ونعبه يعني من بو إيوة عيني بيلوزي إسلام بهالبجاردة بعنوان الدين بو إيوة دانا وكان ذلك بميناء وأمنا ظلبوني آخر آيتا لميناء دابو لك يوم الحج الأكبر لروج حج أكبر دا حج قولا لك يابو في التاسع من ذي الحجة للروجي نوهمي في الحجة ذاك الروجي على فيد يعني سنة 20 من الهجرة كأبيت صاري دهمي هجرة باشا نويزي حجة صاري دهمي هجرة الموافقة كأم تأريخ إيمة وثمان موافق للسنة 63 من ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم موافق صاري 63 بو لولادته لدى يقولون في غمان ودود يقال سلبي وكان ذلك سنة 633 ميلادي عشاء ميلاديا يعني وأو صالش صالي ششطو السلسي ميلادي وبذلك يعني بناظروني أو آية تكون فترة الوحي بين مبتدأ التنزيل ومنتهاه عشاء اثنتين وعشرين سنة وشهرين وخمسة وعشرين يوما يعني دم تاريخ بمكامه هنا من والده فتري وحي يعني ما وين ظلبوني وحجاري وهي فتري وحي بزمان قطع وحي لا أدري ولا لا ما وين أظلموني وحي ما وين استيقظني وحي لنيواني سرتاي نازل كردنا ولا نيواني لقال آخرك يا كبم خلال بي أما آخر النهاية بي بسدو صالو بسوبيان دروجة متواجبين اي تدوي بسدو صالو بسوبيان دروجة كتا ما وين مثلا بسوسيكا بلين نا بسدو دو مانو بسوسيكا دو مانو بيسو بيانج روجة حالبي لا بقية كي آيتر روحي نعظم مبوا إلا باشا إلا أوني هيا درس يما أو ما نود ولم أن آخر ما نزل من القرآن مختلف فيه آخر شتيك لقرآن نازل وإخلاف بين علماء كي كذلك أبم شويك باسي خيمو واستند استنادي كردوة يعني استدلالي كردوة كل صاحب رأي كل صاحب رأي إلى آثار ليس فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاليك يقل تلفين استناد يعني كردوة ولا آثارك أو آثارك قشتي كإسلال في أكراوة حديثك مرفوع ولا تغمبر تيانية يعني حديثك أخذ في أغمبر قشتوة
فكان هذا مدعاة لكثرة الاختلاف. فأما بوتا محل إدعاء بوزوري اختلاف. من ذلك لو عنايا كان لو قولانا على أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بله بترسين پارێزگاری بکن لو روجي كتيا اگرنو بلا اخوائي پروردگار الو كتب زن ثم دواي قرانو وكشت وفا كل نفس ما كسبت بكاملي ددريتا و هر نفسي اوه كسبي كردوا هر نفسي ديدريتا و اوه كسبي كردوا بكاملي يعني پاداش لدو ولو پاداش دانو دا وهم لا يظلمون ستم يعني ناكري حاربون ام آياتنا ظلبوا وعاش النبي بعدها تسع ليالي دواي وف دواي نازل بني أم آية في غنبر درودي خالة سلبين نوشا وجياوة ثم مات البغي لليلتين خلتا من ربيع الأول إن جاء دواي نازل بني أم آية في غنبر درودي خالة سلبين لدنيا در شوى أمجل كاتك دابوك دوشا ولماني ربيع الأول كي طري كردوا هرس الخلاف يويك على أن دواي نازل ربيع الأولى وقال لا يجبون فيه وابو وفاتك الشيء وكاتبوه. بلي والآيات آيات رجل معمولين لسورة بقرة آية بلا قوانك علينا مع آخر آيات لبرابري أو آية اليوم أكملت لكم دينكم أعلم وبو أحكام يعني أو أكري آخر آيات لأحكام واتب كأو آياتين هردوه إتر يعني اشتينا ما وابوتان حلال كريه يا بوتان ليتان حرام كريه لباب واري حلال وحرام وحكم شرعية كان وانا نماوه توابو تكملو بلام اما كمربوط بباري اخلاقي وتقوى وفارزقارية تأكيد يكال سر رابردو اما هيج منافاتي لقل اوانية لو اقل واتب يعني اياتي احكام توابوه لرا اما اوانا قينك بتوري مطلق اخرين آية بي فس او اخرين آية ولا نبا توري مطلق حالي أما أم آيته كنوشة وبرل وفاتي في غنبر دوجو خاتف الناس والبوا آخر آياته بتولي مطلق دو إن آخر ما نزل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه والله بكل شيء عليم أخت شاية كما آياتنا سوري بقراء يوباس معاملاك أي كسانك إيمان دار أقر وخيك معاملتان كرت يعني كرينو فروشتني واتان كرك قرزي تيابو حتى ما ويدياري كراو بينو سنة بيني خوتانا بانا بيثانا شيء والله بكل شيء يعني خوابها مشتك زانايا خوابها مشتك زانايا يعني اواج زانيه كاواج ورجاري واهي منجر ابي بكيشة ندوائية وين كيشة عندي فانا بينو سنة سي اواج دليلي كنين بيانا لبال اختصاري كتواقيا نيو تاشي دليلي كنين ان اخر ما نزل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بعد ذلك وانا آخر نهاية كنا نظلوا ما يتيك أي إيمان داران لخدا بترسنو أويك للربا موتان بلايك سانيكو قبل المعاملة الرباوية تان كردوا الربا تان بلايك أبراو ما ودزوها القرن أقر إيمان تان هي. ويمكن الجمع بين هذه الأقوال أقوال ثلاثة يعني أكري جوالي كوان كينو أمسي قولك دجاياتي أنك أضيق نبي لما قاله السيوطي وبويك إمام السيوطي فرميتي من أن الظاهرة ظاهرة أنها نزلت دفعة واحدة يعني هم آيي واتقوا يوما تن أخذ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله أقاتا يا أيها الذين آمنوا دواء آياتي أوليا أقاتا وآياتا أو هشتاو دواء باشا بدواء أوشا أقاتا دار آيي الربا نعم آيي الربا لفشتر لفشتر وليا أري أكريه ما نقش بينك ونازل ببيت كترتيبها في المصحف وكو ترتيبك لمصحف القرآن هي لأنها في خصة واحد مربوط بيك داستان كترتيب أو مجموعة آياتك مربوط بوداستاني مثلا ربا وبيعية بيك وهاتون فأخبر كل عن بعض ما أنزل بأنه آخر فتعت كل داني لو صاحب قولانا خبر يندى لبعض يقلويك نازل بعض يقلنازل بوكا بوكا آخرة يكي مثلا وجدي واتقوا يوما ويكي وجدي يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ويكي وجدي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكش يكي حالبين كانت أوسية قولها أنها لبنو بيكي لواقع بلا منية هر يكي لوانا نية وقبل التسمير كتب اسم جزء بها
باشا هر یک لوانه جزء اجلا اجزای منزله کینا وبرده حربي جاء مثلا من هاتم جزء يكي متتوا هاتي جزء يتري وتأواته جزء يكتري وتأ لحرة يكش ما اتفاق مليك أو مثلا مجموعة تبيكو آخرين بشبوة القرآن فما هو بل ويبدو وواذلك لأن السبب الاختلافي السبب الاختلاف لو في هذا الأمر جمعه وأن جميع ما ورد من أقوال توالي أقول أني كوالد هو في هذا الصدد لما ورد ليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم هيك مرفوع ولا بيغمر وقال كل باجتهاده وغلبه ظنه خلق لو ان باجتهاد خوي بغلب ظني خوي وجتي ويحتمل ان كل منهم اخبر عن اخر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وحتى احتمال اول شبري كل داني لوان منزول بو اخر ما نزل اخر شيء كان في غمر يستوى او شنو كات او كوع او ك او اخر جاد في غمر يستوى او اخر ايه بي. وإن كان لا يعنى أنه آخر ما نزل هرشن هو قفي أو نبيك أو آخر ما نزل وين ما يعنى مخدوش انت ما لي عنية زيادة عنا يعني زيادة بمجهولي أخوان يتولى ما لي لبوار عيشة ولكن الرأي الأول القائل لأن آية اليوم أكملت لكم دينكم هي آخر ما نزل هو الأرجح أم أولك أرجح كاليوم أكملت لكم دينكم آخرين آية به ولأن الظاهرة أن إكمال الدين كامل الدين لا يكون إلا بإكمال نزول القرآن كامل ما به إلا بتوكل الدين ناظر بني القرآن به وإتمام جميع الفرائض والأحكام وأبي ديارة همو جميع الفرائض وأحكام همو هاتفت دي بإكمالك أكاب أخرين لسر أول لواني أما آخرين آية هاتف المتمن باوة أما أقريب بغا آخر آية بالأحكام أنا بتولي المطلق دي كيفية النزول فذا مثلا القرآن شو النازل هو كيفية النزول شو هذا كيفية يكم أو كانت الآيات في الغالب تنزل جوابا لحوادث تحدث يعني آيات كان غالبا وابو كنازل أبو وجواب حوادث ورودة وقالك الرؤية ده من ذلك نمونية لو أنا بينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مرفدا الغنوي إلى مكة مرفد غنوي كتاب رأي منادي ومكة ونادي بإخراج فئة من المسلمين المستضعفين باشا لبر درهناني كومالا لمسلمانا كمستضعفون هجاربون خوانت وانا روشنيا نمو آلو كاتا فعرضت امرأة من المشركات نفسها عليه ليخطبها باشا جني المشركة كان نفسي خوي عرذكر بسر مرصدا بوي خوازبينيكا يعني جنكا كمشرك بو هذا المرصدي وزي خوازبيني مكشوش بيكا حالبين وكان ذات مال وجمال مالي شيبو جمالي شيبو يعني هم جوان بو هم دولة منه فعرض عنها خوفا من الله باشا اعراضي لو جننا لترتي خلا نسو ماريكا دي فألحد عليه ولجنها الحاحي كردوحي بو هنا فقبل قبولك ولكنه شرط قبوله بموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولي قبولك مشروط كرب موافقه في غنبره درود إخوائي لسربي فلما رجع إلى المدينة كقراب أبو مدينة وعرض على الرسول قضيته وقصة في خويبه في غنبر قرائه نزل قوله تعالى أنفر مدي إخوة تعالى نظره ولا تنكح المشركات حتى يؤمن مشرك كان ما لم كان في آثرة مشرك إيمان يعني نجا إيمان يعني أو إيمان يعني شو مالك؟ ولا أمة مؤمنة خير من مشركتين. باشا وبراستي جارية كجارية مسلمان بيه باشتر لنا مشركية. تو أما أمك شديرة تجارية ولا حرة في شيء لنا مير دينية ومشتي مثلا بيرنو لوا خوانة كشي خواز بيني أنت إذا تقول دينك في خواش يقدر مثلا شيء دانية مسيحية يعني غير نوعك مثلا شيء دانية تقول كذا يعني بما أهل كتاب ونكاح درست شاكا جا يا مثلا هر سادة من أمهم مثلا خلقي من فخيخ ومن مثلا شاري سقزة أمهم آخرتها أمهم كسها زوج ما قوم زوج إنسان شاك الخوخان يكي يشي درقان نبكا تو دواي كشي أن نبكا إذا مثلا من شمنا كاران يلقى زوج جنبين مثلا حاربي كامانا لذا شاعر با مثلا با ماريشي زوج بي با جوانيش بي أمتي أقر إيمان دار بي زوج باشتر لو مشركي كتو قرت بي ولو أعجبتكم بائي وخاتنا وسر فرماوية وما كان مجوانيكا ولا تنكحوا المشركين جنيش ما رمى كان بمشركة يعني لا مشركة يعني أفرك إخوة يعني ما رمى كان حتى يؤمنوا تا إيمان يعني
اگر ویستم کش بند باشو ولا عبد المؤمن خیرون من مشرکین عبدی هل بجرم شکی دیب ولی بیر ما مشرکی عبدی که ایمانی به شادره لمشرکی ولو اعجبکم باو انسان مشرکا بفیاو شاکی بفولداری بجوان شاکی و خاطر تعجبه و یا بمقام دنیای اولئیک یدعون الى النار ما دام انک مشرکون او ان خلق بالتن ولا اعور واتا اگر تو مشرکی که دینا سوزی او مشرکه منام دیبو مناواتا اکابا مشرکو کو خوی باشا تو جوادار اکابا کاری مشرکانا وادی اکاکا بشی بو جهنم تواجبین دی امجارا لو لایشو اگر عبدکا اگر مثلا مشرکه تو بینی شکی خوتی بیو شکی کافر اکا والا لا عبد ایمان دارکا با ایمان منتو والله یدعو الى الجنة وخدا بانتا نقاب ولا يكردوية ككردوكا بتام جيني ببهشت والمغفرة بولا لي خوشبون بإذنه بإذن خوي ويبين آياته للناس خدا بلغكاني خوي بو إنسان وخلرون كاتوا لعلهم يتذكرون بو إيك خلقك شار زالبا أعم جار ليرا وقف محمد صلى الله عليه وسلم على صفا من مولده كتير بشاية في غمبر دردو خالد بلسا كيوي صفا بسا يهتيفو يعني هواري أكل يا معشر قريشي أي خلق قريش قالت قريش محمد على الصفا محمد على الصفا يهتفوا قريش قالت محمد على الصفا بانك فاجتمعوا له يا خوان بخوان فاجتمعوا له بيكوب ابنه وبدان الشيوه إليه بابا يعني لدوري أعوان أقل بمازي بإخواني فاجتمعوا إليه يعني لدوري أعوان وكوبوا نوا يا قريش أنا خوان بخوان بخوان يا نوي فاجتمعوا إليه كنا لدوري كوب نوا قال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم تصدقوني يعني أخبروني في أمرين أقر من خبرم داية بأيوة بمتايا خيلك يعني أسل سواري لداويني أو كيوة يعني للركاري أو ديوة آية أيوة تصديقي من تانكر باورم فيك قال ابن عمتين والله باورم فيك أنت عندنا غير متهم فلا إما متهمني يعني كان جواد نكرد وكا بيتباحثي من باور رسينا فيه حربي وما جربنا عليك كذبا قد هيج وقتك دروما نزلت وتجربة نكردوا باشا يعني دروما لينا بيشتوي قال فإني نذير لكم تيب من أولا وفاتا من نذير من تيغمبر من بوئيوة بين يدي عذاب شديد لبر يعني أتافرسينم لبر دم عذاب شديد هيا نبرد ما يعني أجر إيوة إيمان بمنه يعني فصاح به أبو لهب أبو لهب هاواري كرد نبرا مرتي غمرا قراني وتتبا لك لي سائر هذا اليوم يعني بقي أمر رجاء نعوذ بلا دس المشكلة رجاء رويبا نسيبي توبي نابو ذيب وتوبي ألي هذا جمعتنا أبو آمك وكردينو فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصل نارا ذات لهب وهكذا نزلت أكثر آيات القرآن يعني زور بآيات كان أبو شوى لبرابر حوادث عبوه أعطي ما بلسن جلال ما زور موافق بيها